بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد المهدي، مدرس جراحة الأوعية الدموية كلية الطب جامعة حلوان. أنا النهاردة هتكلم عن مرض من الأمراض الكبيرة جدا في مجال الأوعية الدموية. هو مرض من أهم وأصعب المشاكل، اللي هو تمدد الشريان الأورطي بالبطن. الشريان الأورطي هو الشريان الرئيسي اللي بيوزع الدم للأطراف وخارج من القلب. طبعا هو متقسم أجزاء كتيرة، متقسم جزء في الصدر وجزء في البطن، والمشتركين طبعا في التخصص احنا وجراحة الصدر في التعامل، جراحة الصدر والقلب في التعامل مع هذا الشريان. تمدد الشريان الأورطي هو من الحاجات اللي خدت مننا تطور كبير جدا، بس لا تزال الجراحة هي الجراحة التقليدية طبعا، اللي هي تغيير الشريان الأورطي بالبطن بعملية جراحية، هي العملية الأهم واللي واخدة الشير الأكبر أو المساهمة الأكبر. إنما في جديد طبعا دلوقتي، إن احنا بنقدر نحل المشكلة دي بإن احنا نركب دعامة من في البطن تنقسم للساقين اليمين والشمال، والدعامة دي حلت لنا مشاكل كتير جدا في علاج الشريان الأورطي بدون تدخل. فبس طبعا لغاية النهاردة احنا كل تخصص، كل عملية من الاتنين ليها الدواعي اللي بتستخدم فيها. بس طبعا في عيانين حالتهم بتبقى حرجة لا تسمح بالتدخل الجراحي، بنستعمل لها القسطرة التداخلية وتركيب دعامة في البطن. دي بتنقذ ناس كتيرة جدا، ممكن نستعملها في حالات تمدد الشريان الأورطي في وضعه نقول اللي هو الإلكتف، اللي هو يعني حاجة مزمنة ومتطورة، أو في حال انفجار الشريان الأورطي ممكن نعمل برضو عملية التغيير العلاج التمدد عن طريق القسطرة وتركيب الدعامة. طبعا مش كل حالة تمدد شريان أورطي بندخل لها جراحيا ونعمل لها التدخل، لا، في مراحل معينة عندنا نسب معينة بنتابع فيها. لما يتمدد الشريان بنسب أكتر من 5.5 سنتي في القطر بتاعه، هنا بنبقى نبتدي ان احنا المريض محتاج مننا التدخل، لان معدل الزيادة بيزيد بصورة اكبر كل ما بتزيد النسبة اكتر من 5.5 سنتي. تمدد الشريان الأورطي كان زمان عملية من العمليات المخيفة اللي ممنوع التدخل فيها، بعد كده تطورت وبقت النهارده من العمليات اللي يعني محتاجه مهاره ومحتاجه خبره. بس حتى بعد دخول الدعامات اصبح ان الطبيب الصغير يقدر ان هو يعمل العمليات دي بعد تمرين وخبره بسيطه. شكرا لكم.